قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على دينا وطمنا على حالة طقس كمان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا دينا. والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا تعالوا دلوقتي نتعرف معاكم وناخدكم في جولة كده نعرف معاكم أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب وحالة الطقس. هنبدأ معاكم من أسعار صرف العملات وهنبدأ من الدولار الأمريكي وسعر البيع 18 جنيه 92 قرش للشراء للبيع 18 جنيه 81 قرش للشراء اليورو 19 جنيه 29 قرش للبيع 19 جنيه 18 قرش للشراء الجنيه الاسترليني 22 جنيه 68 قرش للبيع 22 جنيه 53 قرش للشراء فرانك سويسي 19 جنيه 47 قرش للبيع 19 جنيه 35 قرش للشراء اليوان الصيني 2 جنيه 82 قرش للبيع 2 جنيه و80 قرش للشراء ريال سعودي 5 جنيه و4 قروش للبيع 5 جنيه وقرش للشراء دينار كويتي 61 جنيه 64 قرش للبيع 61 جنيه و12 قرش للشراء درهم اماراتي 5 جنيهات و15 قرش للبيع و5 جنيهات و12 قرش للشراء. بالنسبه لاسعار الذهب النهارده سعر البيع لعيار 18 للجرام 846 جنيه عيار 21 987 جنيه عيار 24 1128 جنيه واخيرا جنيه الذهب وصل ل 7896 جنيه. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.